انت كنت معاهم؟ طبعا ده يوم يتنسى. هو انت مش ناوي تبطل؟ ابطل ايه؟ ابطل ايه؟ الجنان اللي انت فيه. هو انت ليه مش قادر تفهم ان اللي بيننا خلاص انتهى؟ لا مش قادر افهم. حاططني في دماغك ليه؟ عقلك مش قادر يتصور اني رفضك؟ انا ممكن اكون غلط وفي حاجات كتير قوي انت مش حباها، لكن لازم تعرفي اني بحبك وبخاف عليكي. دي لعبه جديده مش كده؟ لعبه ايه؟ انت ليه مش عايزه تسمعي؟ انت خلاص لحس دماغك. ايه اللي لحس دماغك دي؟ اهو ده الفرق اللي بينك وبينه. هو بيعرف يحترم نفسه، بيعرف يحترم البني ادم اللي قدامه، بيقدر يعامل الست بطريقه احسن كتير، عكسك خالص. ياه هي الحكايه كده؟ يعني خلاص بقيت تفهمي؟ على فكرة ما ينفعش تكلمها بالطريقة دي. وانت بقى اللي هتعلمني اكلمها ازاي؟ لا انا بنبهك بس. ثانيا قالت لك مالكش دعوة بيها. ثالثا انا ما بحبش هزة رجالة الا لو انت فاكر نفسك راجل يعني. الا اذا كنت انا راجل. ماشي. لا نادر نادر انا أنا متضايقة إن أنا سمحت الواحد بالأخلاق دي يكون في حياتي. اوعي تزعلي إنك حبيتي حد طلع وحش. أنا متضايقة إني مش عارفة أخرجه من حياتي. وإنت صعب أي حد يدخل حياتك ويخرج منها بسهولة. أنا آسفة. أنا اللي آسف إني عملت مشاكل كتيرة. بالعكس أنا كنت محتاجة إن هو يحس إن في حد ورايا. بس كده وانا وراكي وحفظة على طول وراكي. باي باي باي. على فكرة انا كان ممكن اقولك انا مش عايز اعرفك تاني عشان انتي دماغك ناشفة ومتسمعش الكلام، واخر مكالمة كانت وحشة جدا. ما انتي اللي بتقولي كلام مستفز. المهم قوليلي حصل ايه بقى؟ ومين اللي ابتدى؟ نادر. طبعا نادر، عشان كريم يبقى الملاك والكويس الطيب فلازم يبقى الشرير هو نادر، مش صح؟ شفتي انك متحامله عليه؟ لا بس بصراحه كده انا ما بقاش مستريحه له. مين ده اللي اسمه كريم ده؟ يا سلام، مش ده اللي كان امور وخدي رقم تليفونه ويلا بينا شلنا نروح نعتذر؟ عادي يعني، ايه المشكله؟ غلطت؟ لا يا حبيبتي، انتوا اللي ما بتشوفوش المواضيع غير من منظور واحد بس. لعلمك راجل وطيب. لا والله. يبقى حبيتيه صح؟ حبيته. هو ده اللي انا كنت خايفه منه، بناء على ايه تحبي واحد مالكيش شهر عارفاه؟ راجل محترم. راجل مش يمكن يكون عامل ده عشان يبين لك قد ايه هو راجل ومحترم عشان تحبيه؟ انت يا بنتي مريضه بالشك؟ يعني انت ومامي اللي انتوا الاثنين ايديكوا كده بتشكوا فيها؟ هقول لك حاجه، اعملي اللي انت عايزاه، انا قلت اللي عندي، انت حره بقى. Thank you.
سلمى؟ 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 يقتل والدتك ما كانش يعرف انك هنا، ولما سمع صوتك يعني هرب. احنا التليفون دلوقتي. انا عارفه التليفون ده. مين ده؟ بتاع نادر. نادر